مساكم الله بالخير. عندنا الحوار طايح طبعا من اكثر الامراض اللي تهدد الحيران اللي هو التسمم المعوي. التسمم المعوي دائم يجي للحيران بشكل مستمر، يعني ما في مراح يخلو من هذا المرض. علامات التسمم المعوي: ذراق اول علامه، العلامه الثانيه يكون مغص مبغوص، العلامه الثالثه مهمه التنفس عنده يكون فموي، يعني يتنسم من الفم ينفخ دائم الصوت هذا دائما يطلع من فمه. هو قبل شوي تنفس والان ها شوف شوف التنفس كيف واضح انه التنفس ما هو طبيعي. هذه اهم علامات بالنسبه للعلاج، علاج التسمم المعوي وعلاج المشاكل المعويه اللي هو الافتريل. افتريل تركيز 10 طبعا كان موجود تركيز 20 وانقطاع، الان المتواجد تركيز 10. تركيز 10 حوار زي كذا ياخذ 7 سنتي بالفم، 7 سنتي 5 سنتي 6 سنتي، طبعا هذا عمره تقريبا 4 ايام 3 ايام 4 ايام عمره، ياخذ الى حد 6 سنتي، لو انها كبر شوي ياخذ 7 سنتي. الحوار ابو شهر ياخذ 10 سنتي بالفم، تسحب له بالبرواز، تسحب بالبرواز من هذا وتعطيه بالفم. الماده ماده الافتريل هي انروفلوكساسين، انروفلوكساسين. اذا ما لقيت الافتريل اللي هو اسمه التجاري هذا، خذ اي ماده بديله. انروفلوكساسين تاخذ شركه هنديه باكستانيه اي شركه فرنسي اي شركه متواجد عندك تاخذها، مثل ما ذكرنا حوار زي كذا ياخذ الى حد حتى 5 سنتي 6 سنتي ما في مشكله، لكن احنا نعطيها اليوم، نعطيها الان 7 سنتي، لان اول جرعه تكون طويله ما في مشكله، تكون قصدي 7 سنتي. بكره بياخذ 5 سنتي، يمشي 5 سنتي يوميا لمده 3 ايام او 4 ايام لين ما يطيب ويشوف العافيه. طبعا طريقه العلاج وضع بالفم، ما هو بحق نشوف شايلين احنا البرواز، وضع بالفم بالعافيه. هذه هي بس ما شاء الله على الحوار وقف وطيب. طبعا لازم ياخذ محلول جفاف، بس بعد الذراق لازم ياخذ محلول جفاف زين. طبعا هو ما هو بدوام، لو انه دوام تلقاه يرفع راسه ويرد على غاربه، مشكله مثل ما قلت لكم مشكله معويه لا ترد.